بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واستوديو تحليلي جديد من استاد الاشبال. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده القمه بين الاهلي والزمالك الشباب في دوري الجمهوريه مواليد 2001، مباراه حلوه جدا في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. النادي الاهلي يسعى للفوز اليوم ان شاء الله علشان يحقق الدوري اللي بحققه بقاله 3 سنين، دوري الشباب. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يسعى للفوز على الزمالك في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. ترتيب المباراه النهارده، قبل المباراه النادي الاهلي في المركز الثاني بيفرق عن طلائع الجيش اللي في المركز الاول بنقطتين برصيد 64 نقطه، ونادي الزمالك في المركز ال11 برصيد 44 نقطه. مباراه مهمه جدا، والمكسب ان شاء الله النهارده فيها مهم جدا. زي ما احنا شايفين النهارده ترتيب بطوله دوري الجمهوريه اللي هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي مع ضيوف الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم طلائع الجيش في المركز الاول 66 نقطه، النادي الاهلي 64 نقطه في المركز الثاني، انبي في المركز الثالث برصيد 59 نقطه، المقاولين العرب في المركز الرابع 58 نقطه، الاتحاد السكندري 52 نقطه، فاركو 52 نقطه، سيراميكا كليوباترا 50 نقطة، مصر المقاصة 44 نقطة، بيراميدز. الزمالك النهارده هيلاعب النادي الأهلي في ملاعب الناشئين في مدينة نصر في المركز ال11 برصيد 44 نقطة، نادي الإسماعيلي في المركز ال12. سموحة، غزل المحلة، المصري، البنك الأهلي، الشرقية، للدخان، وفي المركز الأخير برصيد 11 نقطة نادي كوكاكولا. ده ترتيب بطولة دوري الجمهورية مواليد 2001 قبل اللقاء المهم والمرتقب النهارده على ملاعب الناشئين في مدينة نصر.